واثقة في بلادي، أيوة واثقة في المغرب العربي. المغرب العربي كاع راح يصوت لك، واثقة في العالم العربي، ممكن تونس ممكن حتى ندوب والجزائر والخليج وكاع كاع يحبوك يصوتوا لك. واش اللي كاين لي غاتو اللي جابهم لك؟ لانيفيرسار تاعك برك شو اللي جابوك؟ ترجع لها ثاني، ما عنديش اي مشكله. هايدي هايدي حجه علي كابي تكلمت فيك علي مرتين. تحب نشوفك غيطة؟ لا أحلى الأغنية. عشان ما حبيتش حبيتش نكبرها وجي نقول لك خلاص حترجعي، ودائما نقول لك سهيلة ما تخافيش، بالي بليك حترجعي ولا بالك حترجعي أقوى. كان بزاف الناس انت تعرفي هذا شنو انت قلتيه لي في الطياره، كان بزاف الناس جاوا من البريمير فاين وبقاو لي فينا وقالوها حتى في تويتر رفيع، قالوا له فلان وفلان وفلان جاوا وقعدوا للفينا. ها؟ اه عملنا حاجه غريبه جدا في القاعه. هذيك ما يقول لك مصمود دم دم، قلتها لهم اللجنه قلت لهم هذا كيف اعطيته لي وش الحقيقه؟ متاكد بلي انا فقط قلت لهم دوك فقط والله العظيم لا اقرا اختي خلاص دوك. شوش دور عندك غنية تحبيها عندك كتبتيها صح؟ كتبتيها في شنو غنية؟ نورمال مون باسكو عطاوها لي عطاوها لي ونحبها صح حافظتها أقرب حافظتها بلا عمر. سمعت بيني لها قلوا بليك انتي مستهليش تكوني في نومين لما سيبو؟ انت بالمصر تستاهل مصاعيد نتكل عليك مثلا نتكل عليك نتكل عليك ماشي زنقة تبكي لا بالك زنقة تبكي خلاص عارف بليك حتى واحد ما لا لا انا والرأي ما يتقلق عليك ما يتقلق عليك خمسة لعيبة موجودين ولا صار معنا مشكل ولا صار معنا مشكل ولا لهذيك الضربة خاوي صار معنا مشكل صار خاوي يضربوا يضربوا كل يوم يضربوا كل يوم يضربوا قتلني مرمدني كاع ولد بلاد ما تعرفش هكا شو حترجع مش عشان هي فيها مشكلة أو هي عادي لا بتخرج حد يعني أوكي أنا رح نرقد يا ناس ما بقى بعيد أول غادي بس قدمناه كفرقة مش حلو رافائيل شو حبك؟ راح ننام يلا عشان يلا يلا لسه ما فيش بدي اتجه انا